السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. كما كتلاحظوا راني في اكسيا وجيت نشوف الجديد اللي دخلوا اليوم. اول حاجه غادي نديها لكم اليوم هي هاد الطاويله اللي كتجي بحال هكا، عندها رجيلات نتاع الحديده اربعه. هذه البنات راه تقدروا تحيدوها كتولي بحال بلاطو، ما كتكونش لاصقه. الثمن ديالها 24 أورو 95 سنت. وجابوا هادو اللي فيهم هنايا الكاس تاع الجاج الداخل، كتحطوا فيه الشمعات اولا كتخليوه بحال هكا. وهذا نتاع الخشب، كاين هذا اللون وكاين اللون الابيض، كاين هذا اللون اللي هو بعيد عليا، الثمن ديالو 1 أورو 79 سنت. ودخلوا هاد الديكورات اللي هما كاملين تاع الحديده، كتعلقوهم هكا في الحيط كما كتلاحظوا. كاين هكا اللون الذهبي اولا اللون الاسود، وكاين حتى الاختلافات حتى في الشكل نتاع هكا الديزاين ديالو الداخل. غادي نوري لكم. كاين هذه مختلفه على هذه اللي الثمن ديالهم 9 أورو 95 سنت. ودخلوا هاد العلب اللي هما هادو خاصين تاع الغرف نتاع الاطفال تاع الخشب، كاين اما هاد الشكل كاين هذا وهذا اللي هما كيتفتحوا، الثمن ديالهم 2 أورو 49 سنت. وجابوا هاد الانارات نتاع الغرف نتاع الاطفال، كاين هذا نتاع لابخانسيس، كاينه هادي سبايدر مان ب 2 أورو و79 سنت. واما في جهه في كاين الافريشه، جابوا هاد الوسادات كيجيو بحال هكا مستطيلين وصغارين ماشي كبارين. كاين هكا الابيض مع الاسود او الابيض مع الكري اللي فيهم 30 على 50 سنتيم، الثمن ديالهم 5 أورو و95 سنت. ودخلوا حتى هاد الزرابيب، هادو كيجيو تقليديين، حيت واحد المره كانوا جابوا هادو، دابا جابوا هادو اللي فيهم 60 على 90 سنتيم، الثمن ديالهم 6 أورو 95 سنت. وكاين اما هكا فقط اللون الابيض او هذا اللي عندي في يديا، نشوف واش نقدر نفتحو كيفاش كيجي. كيجي صغير ماشي كبير، هكا شي بلاصه ب 6 أورو 95 سنت. وكاينين هادو نتاع بلاستيك اللي فيهم جوج، تقدروا تعلقوهم او لا تحطوهم ملاصقين، الثمن ديالهم 3 أورو 98 سنت. وكاينين هادو، هاد الباص اللي هو صغير نتاع الشاش، وكاين اللي اختلفت في الديزاين، اما هكا او لا هاد الشكل او لا هذا، الثمن ديالو 79 سنت. ودخلوا حتى هادو، هاد الباص نتاع البديع ومن الفوق فيه هكا الاعشاب نتاع بلاستيك، كاين هاد اللون كاين اللون الاسود والاختلافات حتى في الاعشاب، الثمن ديالو 5 أورو 95 سنت. ودخلوا هادو، هادو نتاع البديع كتحطوا فيهم هكا الزرع، حيت راهما في جهه في كاين اللوازم نتاع الزرع الفاز وداكشي الورود نتاع بلاستيك. كاين اما هذا الكبير الثمن ديالو 2 أورو 99 سنت، والصغير الثمن ديالو 1 أورو 99 سنت. وفيهم بالالوان، كاين الابيض كاين هذا، راه حتى دابا تقريت البنات راه هو نتاع المارمو، صحاب لي نتاع البديع ولكن مكتوب لهيه راه هو نتاع المارمو. ودخلوا هاد الكؤوس اللي فيهم الشميعات في جهه فين كاين الشومه، كيجيو بحال هكا، كاين هاد اللون كاين هذا اللي الثمن ديالهم 3 أورو 69 سنت. واما في جهه في كاين الاواني، لاحظت واحد الحاجه اللي عجبات مدخلوها جديده، هما هادو شوفوا هاد البونبونيير اللي عندها بحال هاد الرجيلات، عندها الغطاء وفيها جوج اشكال مختلفه، تقدروا تحطوا فيها اي حاجه بغيتوها. بحال دابا راه رمضان على الابواب، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه، تحطوا فيه سلوم شبكيه اي حاجه، الثمن ديالو 1 أورو 99 سنت. كاينين هادو اللي كنحطوا عليهم الكيسان تاع الخشب، كيجي دائري وكاين المربع، الثمن ديالو 1 أورو 49 سنت. وكاينين هادو اللي هما تاع الحجر، حتى هما فيهم دائري ومربع ب 1 أورو 34 سنت. ودخلوا هادو اللي هما نتاع الحديده، فيهم الورق نتاع اليدين، جبدوا على جوج جهات، كاين اما هكا هاد الشكل او اللون الاسود، وكاين هذا اللي فيه هكا القهوه واتاي على الكوزينه ب 2 أورو و22 سنت. وكاين هنايا حتى الورق ديالو الا تسال لكم، راه كيتباع حيت فيه 250 حبه قياس الداخل ب 99 سنت. واما في الجهه في كاين اللوازم تاع الحلويات، لاحظت جابوا هادو
هادو العام اللي فات كانوا جابوهم، يعني ماشي جدادين عليا. هادو اللي فيهم نتاع السيليكون على شكل دوب، حيت فيه ثلاثة لداخل، وكاين هذا هاد الشكل مربع، الشكل نتاع الوريضة، وفيهم حتى الألوان، وكاين الشكل دائري. الثمن ديالهم أورو 29 سنت. وكاينة هاد الشواية، هادي اللي كتجي بحال هكا، نوري ليكم، عندها روايض، جوج روايض، كتجي دائرية، الثمن ديالها 24 أورو 95 سنت. وكاينة هادي، هادي عجباتني، كتجي هكا قصيرة، اللي هي كتفتحوها من الجناب وإلا بغيتو تسدوها، اللي هي نتاع الغاز. هادي الثمن ديالها فين كاين الثمن ما كاينش ليا. ودخلوا هاد الشوايه اللي هي نتاع الكاز، كتجي معها حتى هاد الطاوله مع الشوايه، الثمن ديالها 39 أورو 95 سنت. وكاينه هادي على شكل شجره نتاع الحامض نتاع بلاستيك هكا كديكور، الثمن ديالها 9 أورو 95 سنت. وكاينين هادو هاد الديكورات على شكل ربيع، هادو نتاع بلاستيك يجيو دائريين، كاين هاد الشكل وكاين هذا بجوج اورو و 89 سنت. وكاين هاد الديكورات في الجهه تاع الديكورات نتاع هادو الجرده اولا الباركون، هادشي ثقيل ويلي، هادشي ثقيل. نشوف هذا كتحطو هكا في اللط نتاع القبس، لي الثمن ديالو 3 أورو 99 سنت. وراه فيهم حتى الاشكال، كاين هكا الشكل نتاع السمك نتاع الفراشه. ودخلوا هاد الغراف، هادو خاصين نتاع البيكنيك حيت فيه غراف وفيه 4 نتاع الكيسان، كيجيو بحال هكا، كيهز ليتر، كاين هاد اللون، كاين الازرق، الثمن ديالو 2 أورو 99 سنت. وحتى قلت لكم الثمن عاد شفت فيه مزيان، تقدروا ديروا هنايا فيه بواحد الشبكه، الا كيعجبكم هكا الماء بالحامض تقدروا تحطوا فيه يعطيه هكا نكهه الماء. وكاينين هاد الطباسل، ديك النهار وريت لكم هكا الطاسات والزلاهيف، راه جابوا فيهم بصلات تاع بلاستيك بأورو 32 سنت. وكاينين هادو هاد الشباكين اللي هما تاع الحديده، خاصين راكم عارفين ملي كيكون ربيع وفصل الصيف كيكثروا هكا الحشرات اللي هما صغارين، كيبقاو كيدوروا على الفواكه والخضر. هذه زوينه هكا كتخليوها على الفواكه وعلى الكيكه لاي حاجه، فيها الالوان، كاين الاحمر كاين الاخضر الابيض، الثمن ديالها اورو 11 سنت. وكاينه هذه كتحطوها فوق الطاوله، كتحطوا عليها الطبسي اللي في الباكيه، فيهم 4، فيهم لوتان كما كتشوفوا، لوتان تاع الصيف، كاين بهذا الشكل، كاين هذا فيه هكا العصافير الحيوانات، بثمن ديالهم 99 سنت الربعة. وجابوا هادو الزليف لهم نتاع بلاستيك، فيهم هكا لوتان تاع الفصل الرابع، للسلطه بجوج اورو و 49 سنت، وكاين فيهم حتى الطاسات 89 سنت. هادو الشكل ديالهم بوحدهم، حتى هما نتاع بلاستيك بأورو 99 سنت، وكاين التباصل ديالهم 99 سنت. وكاينين هادو اللي كتفتحو بيها هكا القراعي نتاع المشروبات أولا الماء، كاين هكا الشكل نتاع أناناس فلامينغو، كاين نتاع الشكل نتاع لاكلاص، الثمن ديالو 92 سنت. وكاين هاد التلاجة اللي هي يدوية خاصة نتاع لا مشيتو البحر اولا البيكنيك، 9 أورو 95 سنت. وكاينة هادي هاد المحفظة فيهم كيخليو الحاجة باردة هكا البيكنيك، فيهم الألوان كما كتلاحظو، هاهي الصورة كيفاش كتجي، الثمن ديالها 2 أورو 99 سنت، اللي كتهز 16 لتر. وجابو هادو حطوهم في المجمد، كتحطوهم هكا في التلاجة بحال هادي اللي وريت ليكم، كاينه هذه الكبيره بأورو و 99 سنت، وكاينين هادو اللي فيهم جوج في الباكيه ب 76 سنت. ودخلوا هذه هاد الخزانه اللي هي خاصه نتاع الزرع، كتحطوها هكا في الجرده اولا في الباركون تاع كامله نتاع الخشب، كتحطوا فيها هكا الورود، الثمن ديالها 5 أورو 98 سنت. واما في الجهه في كاين لوازم تاع الاطفال الرضع، لاحظت جابوا هذه
هذه اللي كتفرشوا هكا في الارض على الوليدات اللي كيبغيو هكا تكون. كاين اما هذا اللون، كاين هذا وهذا الشكل 12.95 سنت اللي فيها 80 على 100 سنتيم. جابوا هذه من اللي وليدات اولا البنات كيبغيو ياكلوا، هذه تاع السيليكون باغي مصرش ليهم الملابس، وفيهم الالوان كاين الكري الاصفر، كاين اللون الازرق ب 2.69 سنت. واما في هذه الجهه في كاين هكا المنظمات نتاع السفر، اللوازم نتاع السفر. لاحظت جابوا هذه اللي كيقرب هكا الفصل الربيع والصيف كيجيبوا بحال هذا الشيء المنظمه تاع السفر. هاد الباكيه اللي فيهم اربعه من الكبير حتى الصغير، فيها اللون البني، كاين فيها اللون الكري، الثمن ديالهم 4.38 سنت. وكاين هاد الكراسي اللي هما نتاع بلاستيك كيجيو طوالي هكا الجرده ب 14.95 سنت. كاين هاد اللي كيتطواو كالباركون والجرده ب 40.95 سنت. وكما كتلاحظوا هادو هما الاشياء اللي جابوا اليوم اكسي، وغادي نخليكم في امان الله ان شاء الله في شي فيديو مقبل بحول الله.